معكم حمد من مدينة فاس، وهذه قصتي واللي كل ليلة من رأس العام كانت فكرها وعمرها بغت تنسى ليا. وفي هذا الشهر كان الزواج ديالي بخديجة اللي كانت جمعتني بها علاقة حب دامت أكثر من سنة. كانت إنسانة هادئة في الطبع ديالها، ولكن من أول نهار عقدنا فيه القيران شعلات العافية في دارهم والأم ديالي طاحت من الدروج ديال السطح. الصراحة أنا مش كيت فوالو، ولكن كل مرة كانت كتقرب ديك الليلة المشؤومة ديال رأس العام كانت كتجينا أحداث غريبة. بالأول في الخدمة ديالي كنت موجد شي وراق موجدهم الاجتماع، فقت في الصباح ولقيتهم أنهم مجرد أوراق بيضاء، الحاجة اللي سببت لي بأنني نتوقف عن العمل لمدة 3 أشهر. ولكن مرتي أنا كنت كنبغيها بزاف وما كانش عندي الاستعداد أنني نتخلى عليها، واخا كل شي كان كيقول لي أنها منحوسة، ولكن أنا أصريت أنني نديها تختار القفطان ونفرحوا ديك الليلة. ومن بعد نديها نباتوا أول ليلة في أوتيل. شرينا قفطان ومن وصلنا للدار قلت باللي غادي نمشي نوجد حالتي. كنت كنطلب الله أن هات المرة ما توقع حتى شي حاجة ماشي هي هذيك. جات الساعة المشؤومة وخرجت العروسة ديالي من البيت ديالها وهي ولابسة القفطان الأبيض. كانت بحال الملاك وجميلة بزاف، وكأن ربي استجاب للدعوات ديالي هاد المرة ومشات الأمور بسلام. وحنا في اتجاه الأوتيل الطريق كلها ما فيهاش الضوء، ومن اللي طرت عندها لقيت الوجه ديالها تبدل والقفطان من تحت شعلة فيه العافية. بغيت نتلاح من الطنوبيل ولكن الباب ما بغاش يتحل، ونطقت بصوت خافت وقالت أنا أمي ولدتني مع جني وبا زوجني مع جني وهو اللي كيحاول يأذيك، وأمي كان عندها جن عاشق وكان كيمارس عليها الجنس. في هذيك اللحظة أنا ما فهمت والو، بقيت غير كنغوت ونغوت وكنقلب من نخرج، ما قلتش على راسي حتى لقيت راسي في السبيطار. حليت عيني ولقيت خديجة شادة ليا في يديا وخايفة عليا وقالت باللي جاتني نوبة عصبية. بقيت كنغوت حتى درنا قصيدة. أنا في هذيك اللحظة ما عقلت شنو وقع ليا وسولتها واش هي بخير، قالت لي آه، ولكن كان باين عليها أنها خايفة عليا بزاف. خرجت من السبيطار وبديت كنرجع الأحداث اللي صارت معايا في السيارة واللي هي بحال شي كابوس كيدوز عليا بحال شريط ديال الفيلم. دازت ليام وليام حتى داز عام من هذيك الأحداث المشؤومة حتى جات الذكرى ديال الزواج ديالنا واللي هو في نفس اليوم، أي ليلة رأس السنة. تحرقات خديجة والدار كاملة وكانت كتقول باللي ما غاديش تطلق واخا يقتلوها ويكون هذا آخر نهار في العمر ديالها. أنا ما فهمت والو وكانت غير كتغوت بزاف، وحسيت براسي مكبل وما قادرش نوض نعتقها وهي كتحرق من يديها ووجهها، والنظر ديالها كان متجه لواحد الزاوية وهي كتقول أنا ماشي بنتكم، أنا ماشي بنتكم، أعطوني اتساع، أنا ماشي بنتكم. وما هي إلا بعض لحظات حتى طحت في الأرض وحسيت بدكشي اللي كان شادني طلقني. نط لعندها كنجري وديتها للطبيب، كانت عندها حروق من الدرجة الثالثة وما كان حتى شي سبب للحريق. من اللي فاقت ورجعت الوعي ديالها حكات لي باللي أن الأم ديالها كانت كترقص على قناوة في أيام شبابها وهكذا تعجب بها واحد من ملوك الجان، ومن اللي فاقت الصباح لقات يديها فيها الحنة، ومن بعد أي عريس كيجي للدار تيهرب منها إلا با لأنه كان فقي وعارف بالله. عاونها بزاف وكنت أنا أول ولادة لها، ومن بعد جا وزارها في المنام وطلب منها أنها تسميني خديجة في المقابل أنه يخليها في حالها، وهذا الشي اللي خلاها توافق وفعلا أوفى بالوعد دياله. وخا كنت كنشوفه أنا في المنام ديالي بزاف كل مرة كان كيتشكل لي بصفة وكان كيقول لي باللي أنا بنته هو وماشي بنت الفقيه، وباش نصحح الخطأ اللي دارت ما مع العشيرة ديالهم بغى يزوجني من جني من عندهم وبلا موافقتي زوجني ابن خوه وهو سلطان ديال العشيرة، ولكن هذا ظلم في حقي، أنا بشر ومن اللي تعرفت عليك حسيت أنك كتبغيني
وبغيت نتحدى القدر ديالي. حاولت جهدة بالصلاة، ولكن حتى ذاك الجني كان مسلم. احيانا كنت كنحس به كانه كيقرا معايا القران، وقال لي انه صعب انهم يتنازلوا عليا، خصوصا انني زهريه الدم والعين، يعني في النظر ديالهم انا اللي ممكن نتولى الخلافه ديال العشيره ديالهم. تكلموا معايا شحال من مره ولكن رفضت. وانا قبل ما ناخذ الباك كنت عارفه كاع الاسئله اللي غادي تحطوا، وفوت الامتحان وخديته بميزه متفوق. وكذلك من اللي طلعت الكليه كانوا كاع البنات كانوا كينبهروا مني وكانوا كيغيروا مني، ولكن ايضا دوزت هذه المرحله بتفوق، لدرجه كنت كناقش مع الاستاذ المعلومات اللي انا براسي ما كنتش عارفاتها من جاتني. ولكن طول ما انا بوحدي وما تعرفت حتى على شي راجل الا وان الامور مزيانه. والنهار جا خطبني واحد الدري ولد الجيران، بعدها بيوم دار قصيده، وحسب المعلومات اللي عندي انه كان عادي وما عرفوش على السيارة ديالو تقلبات. ومن ذاك النهار الدرب كامل كيعيط ليا المنحوسة، ملي تعرفت عليك ما قدوش يقتلوك لسببين، الأول أنك محصن نفسك بالأذكار، والتاني سبب بر الوالدين اللي كيوقف ليك ديما. هذا لاش ما قدوش يقتلوك، لكن قدروا يخرجوك من خدمتك باش تفقد الإيمان ديالك، وحاولوا أنهم يخوفوك في يوم عرسك وبقيتي ثابت، وكانوا كيشعلوا العافية في الدار. لكن ايضا كنتي ثابت، هذا اللي خلاك في الامان، وانا عرضت لك حياتك للخطر بما فيه الكفايه. ودابا جا الوقت باش انني نتنازل ونمشي في حالي، وسامحني على كل التعب اللي سببت لك فيه، وسامحني حيت خبيت عليك الحقيقه. انا ما يقدروش يقتلوني، ولكن ممكن يأذيوا الاشخاص اللي قراب ليك. انا بلا ما نفكر قلت لها خديجه والله بالله ما نتخلى عليك، وخليتها ترتاح في المستشفى ورجعت للدار. بقيت كنفكر في حل، وشنو هو هاد الحل اللي غادي يقدر يخرجنا من هاد المشكل الكبير اللي طحنا فيه. في الاول توضيت وصليت وطلبت الله انه يعاونني، لان ابغى الحلال عند الله هو الطلاق. قنطت في الدار وخرجت، قلت نجيب دويره في الجهه ديال البحر نخوي عليه قلبي، وداكشي اللي كان. ركبت في السياره ديالي ومشيت، وانا حدا الكورنيش لقيت بنت كتجري وكتبكي بحال اللي هربانه من شي حد. خرجت عندها وشديتها من يديها، وحرارتها كانت مرتفعه بزاف، وحاولت نفهم مالها، لكن هي صدماتني بكلامها وقالت لي ما تطلقنيش وغيبات. لكن صدماتني من اللي غيبات في صدري، واخر كلمه قالتها انني ما نطلقهاش. هزيتها للسبيطار لان الدنيا كانت ظلام والليل والبرد، وكانت حفيانه ورجليها زرقين بالبرد، وكانت كتهضر بكلام اللي ما مفهومش، والسخانه كتفوح منها دخان. قررت باش ناخدها للسبيطار، وتما يعيطوا ليها على البوليس. ولكن الصدمه ملي ركبت معايا ديك البنت، ودنيها بداو كيطوالو، وتحت عينيها ولاو كحل، والشعر غطى على داك الوجه الملائكي. بقيت جامد في البلاصه ديالي، لكن هي تداركات بالامر وشافتني خايف، غطات الوجه ديالها وقالت لي واخا نقدر نقدم لك كنوز الدنيا حدا رجليك، ما غاديش نقدر نرد لك الخير اللي درته معايا. عليك الامان، وانا سميتي صفيه من عشيره ملوك الجان. وقالت طلب، انا اللي غادي نخدمك. وبقيت غير كنفكر، وقلت في نفسي سعدي تيدور غير في الجنون. ولكن قررت انني نحكي لها المشكله ديالي انا ومرتي، عسى انها تقدر تعاوني، خصوصا ان هذا المشكل جاي من العالم ديالهم. قلت لها كل ما صرا معايا انا والزوجه ديالي من البدايه حتى لدابا، وهاد النحس اللي تابعنا. عرضت عليا انني نمشي معها العالم ديالها، وجاوبتها بالايجاب وبلا تفكير، وقلت على خاطر خديجه انا موافق ندير اي حاجه. قالت لي باللي نغمض عيني، لان القلب ديالنا كبشر انه ضعيف باش يقدر يشوف الصفه ديالهم الحقيقيه، وداك الشيء اللي درت. وملي حليت عيني دخلت ولقيت بزاف ديال الجنود، والدار دايره بحال شي قصر مهجور، وكان مضوي غير بالعافيه، والرجال اللي حارسين القصر كل واحد في شكل، كاين اللي الجلد ديالو احمر وكاين اللي جلده زرق. المهم تمشات بيا مسافه اللي تقريبا 20 متر، وهنا وصلنا لعرش الملك. كان كله ذهب، وعنده جوج قرون ونياب من ذهب وعضلات مفتوله. ولكن يا خوتي راه النظرة ديال داك المكان وليه هو بالخصوص، ولدوك الجنون ديال قوز وقزح
بردات لي الماء في ركابي، هضر مع صفية بلغة ما مفهوماش، ومن بعد دار وشاف فيا وقال: أنا أبو خديجة وصفية أختها، واليوم صفية مدينة لك بالعمر ديالها لأنك تقتي رقبتها، وأنت دابا ضيفنا لثلاث أوقات، ومن بعد روح عند مرتك وشرط أني نصل معها الرحيم. أنا عملت الخاطئة مع الأم ديالها، ولكن هي غراتني بالرقص ديالها الجذاب، وفي حدود الله أنا خرجت منها، ولكن خديجة مني ولي حق فيها أنها تقيم صدقة مرتين في السنة وأعطيها هذا الخاتم باش يحميها من ابن عمها لأنها زوهرية ويبغيو يخطفوا بها الكنوز العشائر المجاورة. أنا خديت الخاتم وكان عليه اسم الله وحجر الزمرد الكريم، ومن بعد خداتني صفية المائدة الطعام اللي عندهم اللي كان عليها الخدم والحشم وتياكلوا العظم ويرميوا اللحم اللي سبب لي صدمة كبيرة في عقلي. كما قلت لكم أنهم تياكلوا العظم وكيرموا اللحم، وكان المكان اللي متواجد فيه أنا كانت فيه واحد الحرارة اللي كبيرة بزاف وكله تيخوف. من بعد الوليمة فتحت لي صفية الباب وعطتني كتاب وقالت لي حافظ عليه لأنني غادي نحتاجه، وقالت لي دير بحال اللي درت في الأول، غمض عينيك وغنرجعك لنفس المكان غير هو الزمن غادي يكون مختلف. فعلا خرجت من عندهم وحليت عيني، لقيت راسي في سيارتي والساعة 3 الظهر. ظنيت أن الوقت اللي فات هو مجرد ساعات، ولكن من اللي مشيت للدار ومن اللي دخلت كلهم كيشوفوا فيا، وخديجة أول ما النظر ديالها جا في عيني طاحت وسخفات وما بقات كتغوت وتقول الحمد لله ولدي رجع ليا، الحمد لله ولدي رجع ليا. بقيت كنسولهم مالهم وقالوا لي باللسان وأنا مختفي. مشيت لعند خديجة وركبت ليها الخاتم والحمد لله فاقت. وهنا غنقول لكم ومشات خبيرتي من الواد الواد، وبقيت أنا جالس مع الولاد الجواد. سلام. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، معكم حمادة من قناة الراوي ستوريس. كنشكركم بزاف على الاستماع ديالكم لهذه القصة، والشكر الجزير جدا 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 للكاتبة خنساء القرشي اللي كتبت لنا هذه القصة، تحياتي لها. وكما كنقول دائما اللي عنده شي قصة مكتوبة أو تجربة مر بها، سواء كانت تجربة حقيقية أو يعني تأليف من عنده، أنه يقدر يتواصل معي أو يتراسل معي على الواتس او الانستغرام او صفحتنا في الفيسبوك اللي غادي تشوفوها في الشاشة او لتحت في صندوق الوصف. فالى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، وكنتمنى لكم كوابيس ممتعة. سلام. Thank you.